بشكركم على عملكم الجبار، عمل لجنة إكرام الميت إنها تتواصل مع أهل يافا ومع أهل الميت وتواسيه وتكون عنده وتصبروا على هذا العمل. هذا يحتاج إلى رجال مخلصين زيكم وإلى نساء مخلصات ما شاء الله عنكم، يعجز اللسان عن شكركم. وكمان مرة بشكركم، وإن شاء الله عملكم يكون مأجور وفي ميزان حسناتكم يوم لا ظل إلا ظله. وبارك الله فيكم على مشروع الإضاءة، وبارك الله بكل إنسان كمان ساهم معكم، هذا كتير منيح، الله يكرمهم والله يزيد بهذا العمل بجهود أهل يافا، والله يبارك فيكم لجنة إكرام الميت على عملكم الجبار، والسلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باسمي وباسم لجنة إكرام الميت أدعوكم إلى لقاء تكريمي يوم السبت الموافق 11/8/2018 بإذن الله على أرض المقبرة هون في طاسو إن شاء الله بعد صلاة المغرب بإذن الله. حضوركم يشرفنا، ووجوهكم الطيبة، رجال ونساء وشباب وأولاد كمان يا أحباب، المهم أنتوا تكونوا وجودكم معنا، لأنه هذا تكريم إلنا لما إحنا منشوفكم بوجود. وإن شاء الله في كمان مشروع حابين نكرمكم نقولكم عليه، اللي هو شبكة المياه بإذن الله. حضوركم يدعمنا، يدعمنا بكل طاقة ما فيها بجهودكم، لأنه لما إحنا منشوفكم دايما معنا يا أحباب كتير إحنا نزداد فخر لأهل يافا. وبإذن الله ربنا تبارك وتعالى بجزي أو بعطي لجنة إكرام الميت على قد نيتها، لأنه كل إنسان فيها متطوع لله، تطوع لله. وإن شاء الله حضوركم هذا كتير بشرفنا وبدعمنا. وفي مشروع إن شاء الله بدنا نتكلم عليه، اللي هو شبكة المياه إن شاء الله. وبارك الله فيكم، حضوركم كمان مرة بشرفنا إن شاء الله. لقاءنا على أرض المقبرة، والسلام عليكم ورحمة الله.